مساء الخير على حضراتكم وأهلا بيكم وحلقة جديدة من طبيبك الخاص. طبعا النهاردة أنا كنت عايزة أتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا ويمكن بيخص كل السيدات والبنات اللي بيتابعونا، تأثير الابتسامة ورسم روح البهجة والسعادة، وإزاي أنشر روح التفاؤل بين الناس عن طريق الابتسامة. طول ما أنا محافظة على ابتسامتي، طول ما أنا عندي طاقة إيجابية، طول ما أنا برفع السيلف استيم، يعني بعزز من ثقتي بنفسي. طيب في ناس كتير بتبقى بتتكسف إنها تضحك، بتبقى وهي بتضحك كده يعني حاسة إنها خجلانة، بتحط إيديها على بقها لأنها بطريقة بسيطة عندها سنان ممكن تكون مكسرة، عندها سنان ممكن تكون صفرة، عندها سنان مش مهتمية بيها، وبالتالي فهيبقى تأثير الابتسامة مش قوي، او هيبقى عندهم كسوف او خجل ان هم يبتسموا طول الوقت. طيب احنا هنا في طبيبك الخاص عايزين نتكلم معاكم عن حلول للابتسامة دي، نرجعها ساحرة ازاي، نرجعها ابتسامة بيضاء ازاي ناصعة البياض، نرجعها تنشر وتبث روح التفاؤل، تبث روح التفاؤل بين الناس ازاي عن طريق الاهتمام باسناننا تكون اسنان صحية وسليمة. طيب دلوقتي في ناس كتير جدا بتسأل يعني ايه سمايل ميك اوفر، يعني ايه ازاي اهتم بسناني، يعني ايه اغير شكل سناني. طبعا انا كدكتورة اسنان عايزة اكلمكم النهاردة شوية عن شوية اجراءات بسيطة جدا ممكن كل بنت او كل فتاة أو كل سيدة او يعني كل اللي بيتابعنا، بس طبعا انا بخص دايما الفتيات والسيدات لانهم دول اكتر الناس اللي انا بسمعهم يا دكتور انا عايزة اسناني بيضة، انا عايزة اضحك طول الوقت بس بتكسف ببقى خجلانة. طيب فانا حبيت النهاردة اقول لكم بطريقة مبسطة احنا ممكن نعمل ايه. لو احنا عندنا سناننا صفرة شوية، فيها تكسير، مكسرة شوية، احنا مش مهتمين بيها، فيها تسوس، يبقى احنا اول حاجة لازم نعملها ان احنا نزور طبيب الاسنان. علشان ايه؟ علشان نشوف ايه اللي مسوس نبتدي نحشيه، ايه اللي عندنا مكسر نعمله بيلد اب، نبتدي نبني السنان من اول وجديد، وبالتالي احنا كده في خطوات سليمة جدا. طيب السمايل ميك اوفر او الهوليود سمايل اللي كل الناس بتتكلم عنها، واللي انا النهارده قلت بطريقه مبسطه اقسمها لكم بطريقه يعني بسيطه جدا. طيب لو سناننا دي السنان دي مرصوفه مظبوط ويل الايند، مظبوطه يعني الرصه بتاعتها سليمه، كل سنه مش معوجه، مفيش اعوجاج، مفيش اي حاجه، السنان بتاعتنا اللي احنا شايفينها واحنا بنعض واحنا بنبتسم في مثلا حاجه ريتراكتد، في حاجه راجعه لورا، في حاجه طلع، في حاجات مش متظبطه، فاحنا اول حاجه لازم نعملها ان احنا نشوف ايه اللي فيه اعوجاج ده، او الحاجات اللي هي مش ماشيه بره الصف بتاعنا، نبتدي نعمل حاجه اسمها تقويم للاسنان. يبقى احنا عندنا لو في اعوجاج او السنان مش ويل الايند، مش مرصوفه بطريقه مظبوطه، ممكن نعمل تقويم الاسنان عشان نرجع الاسنان للصف بتاعها مظبوط. طيب لو احنا عايزين نعمل، لو احنا اسناننا دي مرصوفه ومتظبط يعني وانت بتضحكي السمايل بتاعتك شكلها حلو ولكن اللون مائل الى الاصفرار، يعني اللون اصفر شوي، ففي الحاله دي بنعمل ايه؟ في الحاله دي بنعمل حاجه اسمها تبييض للاسنان. طيب تبييض الاسنان دي ايه فكرته؟ فكره تبييض الاسنان ماده، المادة دي اللي هي الهيدروجين بيروكسايد، دي اسم المادة. المادة دي احنا بنستخدمها على اسناننا، ممكن نستخدمها على اسناننا كجل في البيت، يعني في ناس ممكن تعمل تبييض اسنان في البيت، اوكي ده كلام سليم، ممكن تعمل، بتاخد بتروح لدكتور الاسنان، دكتور الاسنان بياخد لها مقاس والمقاس ده بيعمل منه تري او حاجه حامل تحط عليه الجل علشان يبقى في الجل يقدر تلبسه في التراي دي، فتفضل فتره طويله معرضه اسنانها للهيدروجين بيروكسيد او الماده دي، وبالطريقه دي السنان بتبيض او بتفتح. طيب في عندنا ايه كمان؟ في عندنا بعد ما بنركب الجل بتاعنا وبنحطه عن طريق التراي وبنستخدمه، فايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل ان احنا الجل ده بيبتدي نعمل ايه؟ يعمل تفاعل على الاسنان بتاعتنا ويبتدي يبيض الاسنان.
طيب في حل تاني، في حل كمان عند طبيب الاسنان نفسه، ان انت بتعملي حاجه اسمها اوفيس بليتشنج، ان احنا بنبيض الاسنان عن طريق ان احنا بنروح لطبيب الاسنان وجوه العياده بيحط لنا الماده دي، ودي بنسميها كيميكال او ان اوفيس، عن طريق ان هو بيحط الجل على اسنانك، فلما بيحط الجل على اسنانك بيبتدي يحصل التفاعل ده وبيبتدي يحصل تبييض الاسنان. في حاجة تانية اللي هو تبييض الأسنان عن طريق الليزر أبليكيشن أو عن طريق استخدام الليزر. إحنا في عندنا كذا نوع من الويفلنس أو كذا نوع من الإضاءة اللي بيتعرض ليها المريض لما بتتم عملية التبييض، يعني بنحط الجل وبنجيب الجهاز ده نحطه على الأسنان، طبعا بعد ما بنحمي اللثة تماما علشان الهيدروجين بيروكسيد ما يجيش على اللثة، فبنحط الجل وبعدين بعد ما نحط الجل بنعرض المريض لجهاز لمدة مثلا هو المفروض 15 في 15 دقيقة في 15 دقيقة على حسب هو عايز يوصل لشيد ايه، يعني ايه الدرجة بتاعت التبييض اللي عايز يوصل لها. في الحالة دي بنستخدم بقى أنواع من الأجهزة، زي في عندنا مثلا الألترا فايلوت، ده نوع من الإضاءة، أنا بتكلم على الإضاءة اللي بيتعرض ليها المريض الويف لينس بتاعته، يعني في عندنا حاجة اسمها ألترا فايلوت، في حاجة عندنا اسمها بلو لايت الضوء الأزرق العادي، في حاجة عندنا اسمها الليزر. طب إيه الفرق يا دكتور ما بين إن أنا أتعرض لده أو لده أو لده؟ هي أجهزة موجودة بويف لينس زي ما قلنا طول موجي معين. طيب احسن، يمكن مش عايزه اقول احسن بس عايزه اقول ان اقل حساسيه بيكون الليزر. الليزر من الحاجات اللي انتشرت يعني على الفتره القصيره دي بطريقه كبيره جدا، لان من ضمن الحاجات الحلوه في موضوع الليزر ده قوي انه اول حاجه حساسيه الاسنان بتخف، يعني لو احنا عندنا حساسيه للاسنان وبعدين استخدمنا الليزر فاحنا بنعالج اصلا حساسيه الاسنان عن طريق ان احنا نستخدم نوع معين من الليزر لبعض من الثواني بنستخدمه على الاسنان، وبالطريقه دي احنا بنعمل ايه؟ بنشيل الحساسيه او بنعالج واحده من الطرق اللي بنعالج بيها حساسيه الاسنان هو استخدام الليزر. طب احنا هنا بنستخدمه علشان نعمل تبييض؟ يس، احنا بنستخدم كمان الليزر علشان نعمل التبييض زي الدايود ليزر، احنا بنستخدمه موجود دلوقتي في الماركت علشان نقدر نعمل تبييض للاسنان. طيب ايه المميزات؟ المميزات زي ما قلنا ان هو اقل حساسيه، الناس اللي بقى عندها تحسس من انها تستخدم الجهاز لفتره او الهيدروجين بيروكسيد لفتره طويله فالليزر حساسيته او ان احنا نتعرض ليه فهو اقل حساسيه، وبالتالي ما بيكونش فيه بوست اوبرتيف بين او بعد ما بنعمل العمليات التبييض دي ما بيكونش فيه الم، لان في احيانا ناس بيجي لهم الم، زي مثلا يعني انا واحده من الناس بيجي لي تحسس او حساسيه بوست اوبرتيف من التبييض، وحتى في ناس انا مثلا بسالهم، في بيشنتس او مرضى بسالهم بقول لهم يا جماعه انتوا بتحسوا مثلا هل حسيتوا بعد عمليه التبييض باي الم؟ يقولوا لي لا، فهي بتختلف درجتها من شخص لاخر ومن حاله لحاله تانية. طيب ظهرت مؤخرا حاجه جديده كده في الماركت وكل الناس بتسال عنها اللي هي الهوليود سمايل المتحركه، او اللي هي انا بسميها السمايل لوك ادفانس، لاني انا بعمل طبعا منها السمايل لوك ادفانس. ايه فكرتها؟ فكرتها ان انا دلوقتي لو انا عندي حساسيه من التبييض او انا مدخن او مدخنه، خلينا نتكلم على ان في شباب برضو كتير مدخنين ولون سنانهم بيكون اصفر وسنانهم متكسره وعايزين حاجه تكون افوردبل، يعني حاجه سعرها معقول وحاجه تديهم طله او ابتسامه حلوه وفي نفس الوقت يبقى سعرها كويس وتدي الرسمه او السنان ناصعه البياض. في الحاله دي ممكن نعمل ايه؟ بنعمل بقى هنا زي ما قلت لكم السمايل لوك، وهي دي المفاجاه النهارده ان انا جايبه لكم السمايل لوك، هركبها لكم على الهواء. السمايل لوك دي تركيبه تجميليه متحركه، يعني اقدر ان انا اركبها واشيلها، يعني اهو ركب لكم بس الجزء اللور كمان عشان يبقى ايه اهو، شايفين الفرق؟ فرق كتير. اللون الابيض اهو، دي اللي انا بتكلم فيها، دي السمايل لوك الادفانس، او ان انا ازاي اركب حاجه متحركه علشان تخلي لون سناني ابيض وايت، وفي نفس الوقت انا بالطريقه دي ايه المميزات اللي انا خدتها من السمايل لوك؟ اول حاجه هي سريعه وسهله، بتتعمل على طول عن الدكتور، بتاخدش وقت خالص، هي ربع ساعه. طبعا زي ما انتوا
زي ما انتوا شايفين السمايل اهي معاكم، انا عايزه اشوف مظبوطه اهي، علشان يا ريت لو في زوم علشان خاطر اقدر اوريكم اكتر بعد ما ركبت السمايل ازاي فرقت كشكل، ازاي عملت خلت الاسنان الالاينمنت بتاعتها مظبوطه وخلت السنان وايت قوي. فبصوا الفرق وانا بضحك وانا مبتسمه. طيب ايه الميزه؟ الميزه بتاعتها ان هي سهله في التركيب، بعرف اشيلها واركبها بنفسي، ما بتاخدش وقت خالص. لو في عندي سنان مكسره فهي بتعالج السنان المكسره، لو السنان صفره احنا بنعمل ماسكينج للاسنان الصفره دي وبتبقى الاسنان وايت او ناصعه البياض زي ما انتم شايفين كده. ميزتها كمان زي ما قلت لكم انها ما بتاخدش وقت، وانها بترتب شكل الاسنان بطريقه جميله جدا، وزي ما قلت لكم انها ما بتاخدش وقت. والحاجه بقى الاهم من كل ده ان في ناس كتير يا جماعه ما بتبقاش عايزه تبرد اسنانها. يعني مثلا انا مثلا لما يكون احيانا كتير، يعني انا دلوقتي هدخل معاكم في قصه الفينيرز، لان في ناس بتعمل او ايه هي القشور الخزفيه او ايه هي العدسات بتاعه الاسنان، هنبقى مع بعض خطوه بخطوه وهقول لكم ايه الفرق بين ده وده. بس انا حبيت دلوقتي اعمل هنت بسيط او منشن بسيط على السمايل اهي، انا كده شلتها اهو، شلتها علشان تعرفوا انها متحركه بتتشال وبتتركب. في مثلا بتبقى عروسه او بتبقى عندها خطوبه او بتبقى عندها حاجه مثلا يعني عيد ميلادها او يعني حاجه ظرف سعيد، بتبقى عايزه تلبس السمايل دي علشان خاطر تقدر تحضر بيها العيد الميلاد وتداري عيوب الاسنان. فهي من ضمن الحاجات الجميله اللي فيها انها بتقدر تعمل ماسك، بتقدر او تداري عيوب الاسنان. مش عايزه اقول انها بتعالج لان طبعا دي مش علاج، ولكنها حل سريع وبسيط علشان اقدر اداري بيه عيوب الاسنان اللي موجوده عندي. طيب لو احنا جينا نتكلم، انا هنزل لكم بصور برضو علشان اوريكم هو حصل ايه من بيفور وافتر، عملنا ايه هنا وازاي الابتسامه غيرت الشكل خالص. يعني ازاي سحر الابتسامه لما انت تكوني بتضحكي وانت مكسوفه، ولما بقى شلتي ايدك كده وابتديتي بتبتسمي من قلبك وبقيتي حاسه ان الابتسامه دي هي بتبث التفاؤل زي ما قلت لكم بين الناس وفي روح السعاده. طيب دلوقتي انا هوريكم بقى الصور من بيفور وافتر. عايزه اوريكم حاجه، يمكن صور، هنعرض صور الاسمايل، هنعرض صور يعني شايفين مثلا الحاله دي لو انتوا جيتوا تبصوا عليها تلاقي السنان فيها ستينز وفيها تصبغات جامده جدا، وعندها سن وسن وفي سنان راجعه لورا، فكانت عايزه حل سريع بسرعه جدا علشان تقدر تحضر المناسبه بتاعتها. فعملنا السمايل لوك، شايفين السمايل لوك فرقت معاها ازاي؟ دي هي التركيبه التجميليه اللي انا وريتها لكم دلوقتي، وده شكلها فعليا اول ما بتلبسها بيحصل كده. يعني شايفين هنا التصبغات الموجوده والستينز وفي تركيبات قديمه فهي غطت كل ده. هنا الحاله مثلا دي حاله لبيشنت كانت عايزه تفتح من درجات سنانها بس مش عايزه اللون الوايت، مش عايزه اللون الابيض، هي عايزه سنانها تبقى ناتشرال، يعني تاخد الناتشرال لوك، ما يبقاش شكلها، لان في ناس برضو ما بتحبش اللون الابيض اللي هو الناصع قوي ده، بتحب بس تفتح سنانها درجتين ثلاثه وتحب هي سنانها الناتشرال تيس هي اللي تفتح، مش ان احنا نركب حاجه. ففي الحاله دي مثلا ده تبييض للاسنان، التبييض ده احنا عملناه عندنا حوالي 45 دقيقه، بعديها بس يمكن الانستراكشنز او النصايح اللي انا احب ان انا اوجهها ان انت ما تاكلش اي حاجه ملونه، يعني ما ينفعش ان احنا مثلا ناخد حاجات ملونه، نشرب مثلا قهوه، نشرب سجاير، كل الحاجات دي ممنوعه بس لفتره لمده ان احنا نقعد يومين متجنبين الحاجات دي لحد ما الاسنان تبتدي تثبت على اللون بتاعها، وبعد كده عادي ممكن نستخدم يعني نشرب المشروبات دي عادي. التبييض في ناس كتير بتعمله وطبعا ده موجود عندنا، انا كنت بعمل التبييض لفترات في اسناني، ولكن انا يمكن دلوقتي بقيت اركب السمايل. زي ما انتم شايفين السمايل انا بحصل هنا بيها على وايتنينج الوايت، اللون الوايت القوي اللي الناس بتحبه. وبعدين بصوا هنا لو احنا بصينا للصوره بيفور هنلاقي في عندنا فراغات، يعني شايفين الفراغات او السبيس بين الاسنان، احنا بمجرد ما حطينا السمايل الطقم التجميل المتحرك ده ضيع ودار كل حاجه.
فبقى المريض انا ماسكاها اهو في ايدي، فبقى المريض كمان نفسيا بقى احسن، وهو بيتكلم بقى مبسوط، الموضوع فرق معاه جدا، لان زي ما قلت لكم الموضوع بيعلي ثقتك بنفسك. يعني انت حتى ثقتك بنفسك بتكون قويه جدا، لان انت طول ما بتتكلم والسنان دي مظبوطه ومرصوفه مظبوط، انت فعلا ثقتك بنفسك بتتغير. كمان رسمه الاسنان ولونها وكل الكلام ده بيحسسك بالاهتمام، ان انت بعد كده تقول لا انا لازم اهتم، لازم احافظ على اسناني، لازم اعمل تنظيف، لازم اروح لدكتور الاسنان بصفه دوريه. هنا الحاله دي من ضمن الحالات اللي انا بحبها جدا لسيده، في الحقيقه هي اتغيرت يعني توتالي، اتغيرت يعني كومبليتلي يعني كليا. هنا احنا مركبين زيركون، والزيركون ده من التركيبات الثابته المستخدمه دلوقتي يعني في عالم طب الاسنان. الزيركون مستو ان هو قوي، فالتركيبات القوية بتعيش مع المريض فترة طويلة، بنقدر نستخدمها في البايت. هنا الصورة اللي فاتت كانت زيركون كراونز، أو عبارة عن طرابيش من مادة اسمها الزيركون، ودي من المواد المستخدمة في طب الأسنان. زي ما قلت لكم المادة دي ميزتها أنها قوية، كمان بقى فيها شفافية عالية، يعني الأنواع المستخدمة منها الجديدة بتدي شفافية عالية للمريض، فبيبقى في قوة وفي شفافية، ومن التركيبات الثابتة فبتعيش لفترة طويلة. هنا الحالة دي كان في عندها سبيس، اي سنان قصيره جدا، فهي كانت عايزه تعمل لوك جديد، فعملنا سمايل لوك ادفانس الجديده، غيرت لو انتم شايفين غيرت خالص، وكانها ان في ناس سالتني انت قصيتي اللثه، لا انا ما قصيتش اللثه، ولكن السمايل لوك بتتعمل بسمايل ديزاين على الكمبيوتر، فعدلنا شكل الاسنان وغيرناها وطولنا الاسنان وظبطنا الصوره النهائيه. بعد كده نقلنا الشغل ده على الكاست او على الموديل، وبعد كده وبعد كده على الاسنان نفسها. على هنا الصوره دي بين بيفور، ده هنا الصوره دي بين الزيركون وبين البورسلين، دي بتوضح لكم ايه الفرق بين تركيب الزيركون والبورسلين. لو انتم شايفين في فرق الناتشرال لوك جامد قوي، او باين اكتر في الفول الزيركون الصوره اللي انتم شايفينها. ليه الشفافيه والقوه وكمان مفيش متل؟ لان دايما البورسلين بيبقى تحتيه طبقه من المعدن، فيمكن بتبان. هنا الحاله دي كومبليتلي احنا مغيرينها، عاملين حشوات. طيب عندنا في مداخله دلوقتي عايزين ناخدها، استاذ محمد. الو. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور انا بالك اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اهلا بيك. فترة كلهم جات السلك المحكمية، وقال لي جاب نبرة يحفلي في السلك إصابة لما جاك الشق الأمامية. أنا مش سامع حضرتك كويس يا أستاذ محمد. ألو أستاذ محمد، تليفون فصل، معلش حاول تكلمنا تاني لاني انا ما سمعتش حضرتك كويس، حاول تكلمنا تاني وهنكون معاك ان شاء الله. طيب فزي ما قلت لكم ايه الفرق، الفرق ان دلوقتي بقت يعني احنا دلوقتي وصلنا لتطور كبير جدا في كل حاجه، في استخدام الماتيريال اللي احنا بنستخدمها نفسها ككراون، يعني حتى الترابيش، يعني في انواع معينه او في انواع من الترابيش او الكراونز المستخدمه لما يكون المريض سنانه متكسره، فبنعمل حاجه اسمها كور بيلد اب، بنبني الاسنان من اول وجديد، وبعدين بعد ما بنبنيها بنغطيها بطربوش. طيب بنغطيها بطربوش ليه؟ يعني في ناس مثلا كتير تقول لك انا عامل ضرسي حشو عصب وبقاله فتره كويس وخلاص، انا مش مهم ان انا اغطيه. وده دايما السؤال ده انا ودايما بتساله، يعني يقول لي يا دكتوره انا عامل حشو عصب، طيب وعامل ضرسي مثلا مش محتاج بقى خلاص ان انا اغطيه بكراون، ليه اغطيه بكراون؟ اغطيه بكراون لان الاسنان او الضرس لما بيتعمل له حشو عصب بيضعف، بيبقى بريتل مور بريتل، يعني سهل الكسر، بيبقى هش، فبالطريقه دي انا بغطيه بحميه، بركب له كراون علشان احميه. احميه من ايه؟ احميه من الكسر، لان غالبا الاسنان اللي بتبقى محشيه حشو عصب ومش متغطيه بتبقى معرضه للكسر لانها بريتل، فلازم ان انا اغطيها. اختيار الماتيريال او اختيار الماده اللي انا هستخدمها بيبقى ما بين الدكتور والمريض طبعا. طيب سؤال مهم دايما بيتكرر وبيجي لي، في ناس كتير بتعمل حشو العصب مثلا، بعد ما بتعمل حشو العصب يقول لي انا عملت حشو عصب وبعدين خلعت ضرسي، ف
فبتبقى الموضوع ده هرد عليكم وهقول لكم إجابة السؤال بعد ما آخد المداخلة دي مع فرح. ألو يا فرح، فرح معايا؟ ألو، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة دكتور الله وبركاته. منورة الشاشة يا دكتور. ميرسي يا فرح، تسلميلي. أنا بس كنت عايزة أسأل على حاجة، حاجتين. أول حاجة، الأسنان ليه بتسوس رغم إن الواحد بيغسل أسنانه الصبح وبعد الأكل وبالليل، دايما يكون في برضو سوس كده بسيط، حتى لو بتغسلي أسنانك على طول وإنتي من الناس المحافظة، ليه السوس بيبقى موجود؟ طب احنا بنغسل اسناننا على طول والاسنان لازم بتسوس، دي قاعده قاعده. ده اول سؤال. ثاني سؤال ومهم جدا برضو السؤال ده، الناس اللي بتعمل يعني هوليوود سمايل او بيعملوا اللي هو الفينير زي ما كنت بتتكلمي دلوقتي يا دكتور، ده بيفضل قد ايه؟ وهل لما فعلا الاسنان بتتضرب، يعني كل الناس اللي بنشوفهم مغطيين شايلين الطبقه بتاعت اسنانهم وحاطين بقى فينيرز، هل دول بيفضلوا قد ايه؟ يعني اللايف تايم بتاع الفينير ده مدته قد ايه؟ وهل هو فعلا مستحب؟ وهل لو انسان اسنانه كويسه جدا بس لونه لونها مش بيضه جدا، مش ناصعه البياض، يعمل ايه علشان تبقى ناصعه البياض بدون ما يعمل الفينيرز؟ يعمل ايه؟ ايه الحل الاسهل؟ طيب ده سؤال تاني. اوكي، في سؤال بقى ثالث بقى، ايه الاكلات اللي بتخلي الاسنان قويه ما يبقاش ما تتفتتش؟ لان في ناس اسنانهم ممكن يبقى فيها تفتت بسيط، ايه الاسنان القويه؟ عشان انا عندي والدتي كده وعندي في العيله كده، فانا يعني متخوفه من الموضوع ده، فبقول هل ايه الحاجات اللي تقوي الاسنان نفسها تبقى على طول تقعد وقت طويل، يعني تبقى محافظه على اسنانك كويس جدا ويبقى شكلها كويس؟ لان في احيانا بتبقى الاسنان ممكن يبقى فيها يعني شكلها يتغير، تبقى مثلا ضعيفه. كمان الجم يا دكتور، الجم بتاعت الاسنان ساعات بتبتدي تطلع او ساعات انت الجم عندك لما بتغسلي اسنانك بتنزل دم احيانا؟ لا 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 لا، انا بتكلم عموما توتالي. لا انا بتكلم عموما، انا بتكلم عموما، ليه تشوفي ناس اسنانهم شكلها حلو وجميل لكن مش بنفس يعني ممكن تلاقي الجم مش الجم باينه يا دكتور، تلاقي السنان الروت بتاعتها في جزء بسيط منها جدا باين. طب دي علاجها ايه؟ مثلا التحسس بتاع مثلا ما حد ياكل ايس كريم او والحاجات دي سببها ايه؟ الحاجات الاسئله المبهمه اللي احنا بنشوف اعلاناتها في التي في وما بنبقاش عارفين الكوز بتاع الحاجه نفسها. بس انا سالت مجموعه باكج بانش اوف كويشن بس عشان اعرف منك يا دكتور يعني تفيدينا. وميرسي يا دكتور ومنوره الشاشه. ميرسي يا فرح، شكرا على المداخله وهرد عليكي حالا. طيب فرح سألت أسئلة كتير جدا، فإحنا ممكن نبدأ من آخر سؤال وبعدين نبتدي نجاوب سؤال سؤال. بيحصل، هي قالت ان بيبتدي يحصل جزء من الجدر يبان، وهو ده اللي بيبقى عامل حساسيه، لانها ايه سبب التحسس او الحساسيه؟ ان بيبتدي يحصل، بيبقى عندنا لازم نحشي جدر لما يبان، بيبتدي الجدر اللثه تنحسر وبعدين الجدر يبان، ودي بتعمل حساسيه رهيبه. في الحاله دي لا اما احنا بنعمل حشو في الجزء ده بنحشيه، لإما إن احنا بنعالج الموضوع ده عن طريق إن احنا نستخدم الليزر، علشان بالليزر زي ما قلنا بنقدر إن احنا نعمل نشيل ديسنستايز، يعني بنشيل الحساسية بتاعة الجزء ده. طب ليه حصل؟ ليه حصل؟ لأن في ناس من ضمن الحاجات أو من ضمن الأسباب إن احنا أحيانا بنغسل سناننا بطريقة خاطئة، فده بيؤدي الى انحسار اللثه، اللثه بتاعتنا بتنحصر ان احنا بنغسلها كده او بنغسلها كده مش بطريقه، احنا المفروض في شويه راونديشن او بطريقه معينه، هبقى انزل لكم ازاي نعمل كده. وبعدين مهم جدا ان انا استخدم مضمضه واحافظ على ان المضمضه بتاعتي دي تكون مخففه،
واستخدم كل يوم واعمل دنتال فلوسنج علشان ما تبقاش اي حاجه او بقايا الاكل ريمينتس او فود بقايا الاكل محشوره ما بين الاسنان واللثه، وده بيخلي بعد كده يحصل حاجه اسمها بوكت او جيوب بين الـ بين الـ بين الاسنان ويخلي اللثه تنحسر. فالناس اللي عندها بيريودونتايتس او التهاب في الاغشيه اللي حوالين الاسنان او البوكت اللي موجود يبتدي يحصل انحسار للثه. الحقيقه طبعا هي ليها علاجات هنذكر منها دلوقتي بعض الحاجات، زي ما قلت لكم ان احنا يا اما الجزء ده بنعمل حشو كومبوزيت او ان احنا بنشيل في الموضوع ده بنشيل الجزء اللي عامل حساسيه للمريض عن طريق ان احنا بنستخدم الليزر، او بيبقى بعد كده حاجه اسمها بيبقى في تيشو جرافت او بيبتدوا يعملوا تاني يرجعوا اللثه تاني بتوع البيريو، اكيد اللي متابعيني بيبتدوا ان هم يرجعوا اللثه لمكانها تاني. طيب ده السؤال اللي سالته. الاكل المهم طبعا ده اكل مهم جدا، الستيكي فودز ابعدوا عنها، يعني الحاجات اللي زي الشيبسي والبيبسي والحاجات اللي مليانه شوجر والحاجات الستيكي اللي بتلزق على الاسنان لفتره طويله، والحاجات زي ما قلت البيبسي كل المياه الغازيه يعني، نحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا نبعد عنها، نخلينا في الحاجات اللي نقدر نعمل لها سيلف كلينسنج، نقدر ان احنا بلسانك انت ممكن تقدري تطلعيها، الحاجات المور فايبرس، الحاجات اللي فيها زي ايه الحاجات الجرينز، يعني الحاجات مثلا زي الخس الجرجير البقدونس، الحاجات كلها اللي سهله تنظيف انها بتنظف الاسنان. نبعد عن الحاجات اللي هي فيها سكريات عاليه، البونبوني، الحاجات اللي فيها هاي شوجر ليفل، سكرها بيكون قوي وعالي، فدي الحاجات اللي بتسبب التسوس لان البي اتش بيتغير في الفم، وده هرد موضوع كبير جدا هكلمك فيه، بس طبعا ده لوحده عايز حلقه. فإحنا ناخد فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية عشان نرد على الأسئلة، خليكم معانا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل بنرد على اسئلة فرح اللي كلمتنا وسألتنا عن اسئلة كتير جدا، انا هحاول بقدر الامكان لانها سألت اسئلة كتير فهحاول اختصر. هي سألت عن الاسنان لو كانت سليمة، يعني لو اسناننا سليمة بس في لون يعني مصفرة شوي نعمل ايه؟ هل نعمل فينيرز؟ هل يعني لان دلوقتي كل الناس تقول لك انا هعمل فينيرز علشان اخد اللون الوات ده، لان كل الناس بتبقى او يعني معظمهم بيترددوا علشان خاطر اللون ده، اللون الابتسامه الناصعه البياض. طيب لو انت سنانك يا فرح سنانك صفراء، انت بتدخني مثلا او بتشربي قهوه كتير او بتشربي شاي، فانت حلك ان انت لان الحاجات دي انت مش هتقدري تستغني عنها، انت مدخنه مثلا، فيبقى احسن حاله ان انت تعملي فينيرز. ليه بقى؟ لان انت لو عملتي تبييض طول الوقت هتروحي تعملي تبييض، لان طول ما الكوزس نفسها بتاعت الستيننج موجوده، يعني انا ما شلتش ما وقفتش مثلا التدخين، ما وقفتش الحاجات اللي بتعمل التصبغات دي، فانا هبقى بالطريقه دي التبييض بتاعي مش هيجيب نتيجه، او طول الوقت هتيجي علشان تعملي تبييض، يعني كل سنه هتعمليه. ولكن لو انت مش مدخنه تشربي قهوه قليل، تشربيش الحاجات اللي بتعمل بتاخديش الحاجات اللي بتعمل ستيننج او تصبغات للاسنان، فبالطريقه دي انت ممكن تعملي وايتنينج او تبييض الاسنان زي ما احنا قلنا بيتم ازاي في اول الحلقه. طيب الناس اللي بقى اسنانها فيها اعوجاج، يعني في ناس السنان بتاعتها الالاينمنت بتاعتها مش مظبوطه، الصف بتاع السنان مش مظبوط، في اعوجاج في الاسنان. طب لو في اعوجاج في الاسنان يبقى احسن حاجه ان انا اعملها الفينيرز او العدسات القشور اللي انا بتكلم عليها. ليه؟ لانها بتعدل شكل الاسنان، بتعدل لو في اعوجاج هتعدلها.
بتغني عن التقويم احيانا لو الاعوجاج بسيط، يعني لو السنان ما فيهاش مشكله، مش كلاس 2 مش كلاس 3، دي حاجات يعني شويه شكل الاسنان والفك نفسه بالعظم متغير، فالحاله دي بتبقى طبعا تقويم ما نقدرش نتكلم. لكن في احيانا بتبقى كلاس 1 بس السنان فيها شويه كراودنج او زحمه، او السنان فيها شويه ريتراكتد، او يعني مش الصف بتاعها مظبوط، ففي الحاله دي احنا طبعا طبعا بنميل ان احنا نعمل فينيرز. ليه الفينيرز؟ اقل ضرر، اقل ضرر، يعني انا ما ببردش من اسنان كتير، ببرد حاجه بسيطه جدا عشان اظبط شكل الاسنان. طب في ناس بتقول لك لا انا خاف ان انا اعمل فينيرز علشان سناني ما تبص، لان انا سناني كده. احنا اللي انا عايزه اقوله احنا بنشيل قد ايه؟ ما هو هادي الفكره، انت بتشيل قد ايه؟ انا بشيل، انا وذ ان انامل في طبقه المينا، انا في طبقه المينا ما بشيلش اكتر من طبقه المينا، لان انا مش هعمل كراون، مش هعمل طربوش، انا هعمل فينيرز. فالفينيرز محتاجه 0.5 0.6 حتى لو 0.7، انا كل ده بشتغل في طبقه المينا، ما بشيلش كتير من الاسنان، وبالتالي انا ستيل في طبقه المينا، وحتى ده احسن بكتير. لما اعمل فينيرز وانا في طبقه المينا احسن بكتير ما ابرد قوي والاقي نفسي دخلت على الطبقه الثانيه. غالبا هنا بيبقى كراون احسن بكتير لانه بيعمل بروتكشن للطبقه اللي بعد طبقه المينا اللي هي الدنتين، وعلشان ما يبقاش في اي حساسيه. لكن طبعا في الغالب كل الدكاتره عارفين ان احنا بنكون يعني برد بسيط، يا دوبك انا بس بعمل تخشين علشان خاطر اقدر الزق الفينيرز بتاعتي. طيب الفينيرز بتقعد قد ايه؟ بتقعد، عايزه اقول ان اقل شيء ممكن اقول لك انها بتقعد 10 سنين، اقل شيء ممكن تقعد 10 سنين. فحالتك لو انت زي ما قلت، لو انت مش مدخنه وبس شويه اصفرار، ممكن تعملي هنا سمايل لوك، لان السمايل لوك هتديكي اللون البليتش او اللون الوايت الابيض البي ال 1 او الالوان الفاتحه جدا اللي انت عايزه ان انت توصلي لها، ومش عارفه توصلي لها عن طريق التبييض زي ما احنا قلنا. ففي الحاله دي بتعملي سمايل لوك اللي انا وريتها لك، عايزه البسها لك دلوقتي، بس انا لبستها من شويه، بس هي فعلا بتغير شكل الاسنان وبتدي البليتش او اللون درجه البياض اللي احنا مش عارفين ناخدها عن طريق التبييض. طيب دي حاجه. بالنسبه زي ما قلنا، لو احنا جينا بقى نتكلم، في ناس بيبقى عندها، في ناس بتبقى اسنانها بادلي ديكايد، يعني اسنان متكسره خالص ومسوسه خالص والضروس بايظه خالص. طب في الحاله دي اعمل فينيرز؟ نو، ده ما بيكونش الحل اللي انا دايما بحبه، لان لو السنان متكسره والسنان والتسوس واصل للعصب، فانت بالطريقه دي محتاجه ان انت ترممي الضرس، محتاجه ان انت ترممي السن كليا الاول، ذن بعد كده بركب الطربوش. اختيار الطربوش بيبقى مع الدكتور، ممكن تحطي ايه، ممكن تحطي بورسلين، ممكن تحطي زيركون، ممكن تحطي بورسلين فيوز تو زيركون، يعني في انواع لا حصر لها، ايماكس، على حسب طبعا اختيار الطبيب. انا بس يمكن قلت الانواع علشان خاطر اكيد انتوا بتسمعوها لما بتروحوا عند دكاتره الاسنان. فاحنا في الحالة دي بنركب طربوش علشان نرم، احنا رممنا عايزين نحمي. طيب احنا كنا من شوية بنتكلم على الناس اللي عاملة حشو عصب، وحشو العصب بتاعهم ده بعد ما عملوه عمل حصل لهم حاجة اسمها فيلير، يعني الناس اللي عملوا حشو عصب وحشو العصب باظ وطلع خراج وبعدين رجعوا تاني يعملوا حشو العصب، ده معناها ايه؟ ان حصل حاجة اسمها root canal failure، او ان حشو العصب ده محتاج ان هو نعمل له retreatment او اعادة علاج. طيب في نوع من البكتيريا، احنا زي ما احنا قلنا من شوية ان في بكتيريا مسببة للتسوس بتاع الاسنان، البكتيريا دي موجودة لما بتشتغل الاكل، بيبقى food stagnation، الفود تراكم الاكل مع وجود البكتيريا يبتدي يحصل التخمر، يبتدي يحصل يحصل بقى التسوس بتاع الاسنان، تبتدي الاسنان تتكسر. طيب بالنسبة للروت كانال او لعلاج العصب، بيبقى في نوع من البكتيريا، والبكتيريا دي من البكتيريا دي بتعمل ريزيستنس او بتعمل مقاومه احيانا، يعني بتكوني عامله عند دكتور ممتاز جدا 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 وعامله حشو عصب مظبوط جدا جدا ويحصل فيلير او بتعيديه، وده نتيجه نوع معين من البكتيريا، مش هقول لكم اسمها يعني، بس يعني البكتيريا دي بطريقه مبسطه كده بتبقى محتاجه ان احنا نقضي عليها. فهنا بقى بنتكلم على الليزر واهميه الليزر.
طبعا كل دكاترة الجلدية بيستخدموا الليزر، سواء في عيادتهم، سواء بيعالجوا بيه البورز لما يكون في فتحات في الوش، يعني الحاجات البقايا، البقع، الاسمرار، كل الكلام ده. وبيعالج كمان، بيعمل فيس ليفتنج، بيشد البشره. بما ان احنا اتكلمنا عن الليزر، وطبعا الليزر دي دراستي، فانا لازم ان انا اتكلم فيها عن تاثيره كمان على الجلد، لانه بيعمل تايتنينج، بيشد البشره وبيدي نضاره، بيعمل حاجه اسمها تيشو شرينكج، يعني بيخلي الجلد مشدود. وفي انواع معينه بتستخدم في الليزر، زي اندياج ليزر، زي سي او 2 ليزر، زي اير بي ام ياج ليزر. دي كلها انواع معينه من الليزر بتستخدم علشان حاجات كتير بقى، لنضاره البشره، لشد الجلد. طب استخداماته ايه؟ عشان بما ان احنا النهارده بنتكلم عن تجميل الاسنان، استخداماته ايه؟ بتقول لك في ناس بيبقى عندها ابتسامه لثويه، لو انا اقدر اشيل، يعني مثلا لو باين جدا عندي اللثه، وممكن استخدم، كنا زمان ممكن بنستقول حد وستيل طبعا لحد دلوقتي بنستخدم المشرط علشان نقدر نقص اللثه. طب الليزر عمل ايه؟ الليزر كانه مشرط، يبقى احنا بنستخدمه علشان خاطر نقص اللثه. طب ايه مميزات الليزر؟ مميزاته بلادلس فيلد، مفيش دم تقريبا، لانه بيعمل بلاد كواجيوليشن، او الدم ما بينزلش، بيتجلط، وبالطريقه دي انت ما بتشوفيش بقى الدم ينزل، لا مفيش الكلام ده خالص. تاني حاجه ستيرلايزيشن عالي، تاثيره ان هو بيقضي على البكتيريا، بيعقم، فده تاثير رائع مش موجود غير في الليزر والهاي باور ليزر، الحاجات القويه منه. طيب ده ممكن نستخدمه في ايه؟ الناس بقى زي ما احنا قلنا، احنا بنرمم الاسنان، بعدين بعد ما بنرمم الاسنان بنحط عليها الطربوش بعد ما رممناها، علشان احنا خايفين انها تتكسر. في الحاله دي واحنا بنستخدم الليزر هنا، بنعقم او بنستخدمه ستيرلايزيشن الهاي باور، علشان نقدر نعقم بالكنالز، او احنا عندنا الضرس بيكون فيه قنوات، القنوات دي احنا بنستخدم فيها الليزر علشان نقضي على البكتيريا النوع المعين اللي انا بقول لكم عليه، واللي بيتسبب في ان احنا نعيد علاج العصب تاني. فهو بيجيب نتائج رائعة جدا في ان هو يقضي على النوع ده من البكتيريا، وبالتالي عمل استيرلايزيشن وعقم، وكمان احنا حافظنا على الضرس. ليه عملنا كل ده؟ عملنا كل ده لان انت لو فقدت الضرس، قلت لا والله انا مش عايز الضرس ده وانا متضايق مثلا، وانا عالجته كتير، انا هخلعه، فتلاقي نفسك بتخلع هنا وبتخلع هنا وبتخلع هنا. ايه اللي يحصل لو احنا فضلنا نخلع بقى ضرس هنا وضرس هنا، وخلعنا كل ضروسنا، ما هو مش نافع عصب، فبعد ما كده فبتروح خلع. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه بعد فتره طويله يبتدي العظم يتآكل، لان مفيش حاجه بينزل عليها قوه، الضرس انت شلته، فيبتدي يحصل حاجه اسمها بون ريزوربشن، او تآكل في العظم، فالعظم تلاقيه بقى حته حاجه رفيعه جدا زي الخيط، فيبقى في مشكله بعد كده. تيجي تعمل زراعه ما تعرفش، لان العظم بقى رفيع جدا جدا. او ان انت ده بيأثر على ايه؟ الفوليوم، الحجم بتاع العظم لما يقل، ده مش حلو. ليه؟ بيبان شكلك اكبر في السن، لان البون ريزوربشن لما بيحصل تاكل في العظم، العظم يبتدي يقل، والعظم ده عليه تيشو وعليه عليه كل الحاجات اللي بتخلينا نوصل لحد السكن او الجلد في النهايه. فكل الحاجات دي بيقل، لما بيقل حجمه يبتدي يظهر ان شكلك معجز، او انت شكلك كبر وانت في الحقيقه صغيره في السن. ليه؟ علشان لما خلعنا كل ده فيبتدي يحصل تاكل، فالعظم بيقل، وبالتالي يبان الشكل اكبر بكتير من شكلك الحقيقي او من سنك الحقيقي. فاحنا مش عايزين نخلع، دي اول حاجه. تاني حاجه، لان وجود الضروس مهم جدا، ربنا خلق الضروس بتاعتنا عشان يحصل اوكلوجن، ونقدر نعض، ونقدر ناكل، نعمل كلينشنج للاكل، او نقطع الاكل، وبالتالي الهضم هيبقى احسن، وبالتالي انت هتستفاد بكل الاكل اللي نازل لك انت مش بلعه، فانت قطعته وهضمته، عملت له جرايندنج، فبقى حاجه صغيره قوي جدا جدا. والموضوع ده كمان الفك بتاعنا لما احنا بنحركه عن طريق ان احنا ده، كل ده بيحافظ، ستيميوليت، بيحافظ على الخلايا البناءه، او بيحافظ على نسبه وكثافه العظم في مكانها الطبيعي. فدي من ضمن الحاجات المهمه، ان الناس تبقى تلغي خلاص تفكير ان انا ضرسي اشيله او اخلعه، الا بقى لو انت حاولت كل المحاولات والدكتور قال لك في الاخر والله يعني خلاص ده
ذاتس ات، يعني خلاص هنعمل ايه، لازم ان احنا نشيل او نخلعه. لكن الى لكن غير كده لو انت ما فيش ريكومنديشن او الدكتور ما قالكش كده اوعى تشيل، لازم تحتفظ لان ده ليه فوائد لا حصر لها زي ما احنا اتكلمنا. طيب الحاجة اللي أنا عايزة برضو أتكلم فيها في بالنسبة للتجميل بتاع الأسنان، لأن في ناس الناس اللي تبقى محتارة أعمل فينيرز بأسامي معينة، أعمل القشور الخزفية ولا أعمل فول كراونز طرابيش كبيرة، يعني طرابيش بنغطي بيها الأسنان. أول حاجة ده بيرجع للدكتور، تاني حاجة برضو بيرجع لأن أنا شايفة المريضة اللي قدامي سنانها انتكت، ما فيهاش أي مشكلة، سنان سليمة مرصوفة بطريقة مظبوطة، فأنا إيه اللي يخليني أعمل كراونز، إيه اللي يخليني أركب طرابيش، إلا لو كانت أنا في الحالة دي أنا بعمل كراونز لو أنا أكون عايزة أغير اتجاه الأسنان، يعني الأسنان بروترودد أو طالعة لبره شوية وأنا مش عايزاها تطلع لبره كده، والمريض مش حابب إن هو يعمل تقويم وطلع لبره مش قوي، يعني ما تبقاش مثلا كلاس 2 او يعني في بروز جامد، ففي الحاله دي والمريض مش عايز يعمل تقويم فانا بضطر ان انا اعمل ادام كده كده هرد الاسنان، فانا بعمل فول كراونز لانها بتعيش، او الدكتور بيعمل كده لانها طبعا بتعيش فتره اطول، ولان انت هنا مش بس بتعالج السنان، مش بتعالج الشكل بس، انت كمان عايز ترد الاسنان بشكل جمالي ما يكونش فيه بروز للاسنان ويأثر على الابتسامه بتاعتك. معانا شويكار نقول الو. الو، ايوه مساء الخير. مساء النور شويكار، اهلا بحضرتك، منوره الشاشه يا دكتور. ميرسي يا مدام شويكار، ميرسي يا فندم. انا عندي سؤال يعني عايزه اساله لك. انا عندي دروس مش موجوده في الفم يعني، بس عايزه زراعه. ان رحت انا كنت عندك السنه اللي فاتت عملت سمايل. والله اهلا بحضرتك. عملت سمايل عند حضرتك، مش عارفه فاكراني ولا لا، بس كنت جايه من سنه وشويه. طبعا طبعا يا فندم، عملتها، هي حلوه جدا وبلبسها. بكلمك بيها دلوقتي وانا بكلم حضرتك يعني، بس انا يعني بدي اعمل يعني اركب زراعه فعلا، اعمل زراعه، بس متخوفه من الشيء، من الزراعه يعني خايفه ازرع، مش عارفه. عندي سكر بصراحه بقالي 5 سنين، فمش عارفه ساعات يعني ناس يقولوا لي لا غلط، انت كده زراعه يعني فتح ويعني دم ويعني، فبصراحه خايفه اعمل زراعه. لكن انا لابسه السمايل حضرتك عاملاها لي حلوه جدا جدا، وانا لابساها وبتكلم بيها وبخرج بيها ومش حاسه باي نوع تغيير يعني، بالعكس. بس وهي جميله، انا بشرب جميع المشروبات عليها زي ما حضرتك قلتي، وباكل ممكن اكل جاتو، ممكن اكل كيك رز بلبن، لكن عايزه اعمل حاجه بقى هي حلوه وناس كتير بيشكروا فيها وانا كمان بشكر فيها وبشكر حضرتك طبعا. ميرسي يا مدام شويكار. بس عايزه اعمل زراعه. نفسي اعمل زراعه بصراحه، بس متخوفه جدا جدا. لا حاضر، انا هرد على حضرتك حالا. تابعينا مدام شويكار. طبعا الزراعه ده عايزه اقول سبحان الله، يعني من يعني عايزه اقول ده من الحاجات الهائله او الحاجات الرائعه اللي بقت موجوده ومنتشره دلوقتي بشكل كبير باشكال مختلفه، وفي دكاتره سبيشاليزد هم في الامبلانت او في زراعه الاسنان. زراعة الأسنان ده حلقات هنتكلم فيها طبعا، ولكن سريعا كده، لو المريض بيعمل نوع معين من الأشعة لما بيروح للدكتور بيطلبها منه، النوع المعين ده الدكتور بيشوف كثافة العظم قد إيه، وهل العظم يستوعب الامبلانت ولا لأ، لأن بيكون لازم يكون ليها ميجرمنتس أو مقاييس معينة، فالدكتور بيطلب زي كوم بيم أو نوع معين، وطبعا بانوراما وحاجات تانية كتير، نوع معين من الأشعة أنت بتعمليها علشان نحدد كثافة العظم والمكان اللي هيتعمل فيه الامبلانت. طبعا ده بيحدد مع دكتور الزراعة. تاني حاجة لو المريض كنترول دايابيتك، لو المريض السكر بس كنترول، يعني محافظ على سكره، لان انت بالتغذيه دلوقتي ولو انت واصله السكر مظبوط في الدم بقالك فتره طويله، وخصوصا السكر التراكمي
فبيبقى مفيش اي مشكله، هو بيبقى كل التخوف من السكر اللي بيطلع وبينزل، السكر العالي، فكل الحاجات دي بتبقى فيها خوف اكتر علشان البليدنج والنزف والانفكشن والى اخره، وهنتكلم عنها في حلقات قادمه. لكن الدكتور بيشوف الكثافه بتاعه العظم، بيشوف حجم العظم قد ايه، بيشوف هيحط هل المكان هيستحمل او هيقدر نركب فيه الامبلانت ولا لا. المريض كمان لازم يتقاس فيه شويه حاجات معينه. الموضوع بيبقى بسيط جدا لانه بياخد بنج، البنج بتاع الاسنان، يعني مش بنج كلي، مش محتاج لبنج كلي، فكل ده بيتحدد. لو سكرك التراكمي مظبوط وكل حاجه عندك مظبوطه يبقى مفيش مشكله خالص، وبنتابع مع دكتور الزراعه وهو اللي بيحدد طبعا الاصلح لحضرتك. انا كنت معاكم في الحلقه دي دكتوره هند نصير، اتمنى ان انا اكون قدمت لكم معلومات قيمه او معلومات حتى بسيطه تقدر توصل لكل بيت وقدر ان هو يستفاد منها النهارده. اشوفكم في حلقات قادمه وشكرا ليكم، وان شاء الله موعدنا الخميس القادم مع طبيبك الخاص.